حوالي 35، وبالنسبة للرجال حوالي 25. 25. الستات بيجي لها الزهايمر اكتر؟ مش شرط يا فندم، مش عايزين نقول عشان ما نزعلش حد مننا، مش شرط يعني، ربنا يعفي الجميع منهم، لكن هو كمسنين بصفة عامة بيبقى السيدات نسبتهم اكبر من الرجال. ممكن، لكن برضو يعني مش ده يعني مش حاجة حاسمة. لا طبعا. وكلهم يعني برضو افهم يا فندم، يمكن مرض الزهايمر بقى ابتدى ينتشر في المجتمع، مش المجتمع المصري فقط، في العالم كله. الفئة العمرية اللي عند حضرتك قد ايه؟ انا سعادتك بادئ من قولي من 60 فما فوق. بس ما بيجيلكش اصغر من كده؟ لا ما بيجيش، بس لكن هو الظاهره الجديده ان احنا بدانا دلوقتي، يعني لان احنا عندنا عيادات كشف مبكر عن مرض الالزهايمر، دي انشاناها هنا في الجمعيه. طبعا دي بتستقبل اي حد عايز يجي يكشف يعني الاول. فلقينا ان المترددين على العيادات دي عمرهم فوق ال50، فدي الظاهره الخطيره جدا. وفعلا بعد يعني التوقيع الكشف الطبي عليهم ثبت ان هم عندهم مرحله اولى من الزهايمر، فده برضو مؤشر بخطر، يعني نزيل خطر برضو ان يجي للفئات العمريه دي اللي هو فوق ال50 يصاب بمرحله اولى حتى من مرض الالزهايمر. ده بيخلينا برضو ان احنا نحاول نتجنب الاصابه بهذا المرض، يعني لو سعادتك تسمحي لي ان انا اقول ان يعني ممكن نتجنبه بان احنا برضو اولا قله شرب الميه بيسبب الزهايمر، قله النوم يسبب الزهايمر، عدم ممارسه الانشطه الذهنيه يسبب الزهايمر، عدم ممارسه الانشطه الرياضيه يسبب الزهايمر، الاهمال الطبي في تناول الادويه خاصة بالمرضى اللي هو قلب سكر ضغط، يهمل ما ياخدش القرص النهاردة يقول لك هتجيله بكرة اللي بعده، ممكن يجيب الزهايمر. ده بالاضافه برضو ان انا اللي احنا لاحظناه ان الناحيه الدينيه مهمه جدا جدا. القران الكريم ده سعادتك يعني اوصي به خير ان شاء الله، يعني تواجده او المواظبه عليه يوميا لا شك ان هو بيحفظ الانسان من الاصابه بهذا المرض. ربنا يعافي الجميع ان شاء الله. ان شاء الله.